مرتقون، قصص إسلامية وتاريخية. حديثنا اليوم عن سيدة جليلة ذات إيمان قوي وإصلاح ودين. أسلمت تلك المرأة المؤمنة بمكة المكرمة بعد وفاة زوجها أبي طالب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعين وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. فهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وأول هاشمية ولدت خليفة، ومن بعدها فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين رضي الله عنهم. فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، زوجة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في كنف جده عبد المطلب حتى مات جده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنوات، فاختار أن يعيش صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فاحتضن هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحتضنته امرأة عظيمة وهي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، فاعتبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبنائها بل وأكثر، فكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائها. فعندما توفي عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو طالب لزوجته فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة، اعلمي أن هذا ابن أخي وهو أعز عندي من نفسي ومالي، وإياك أن يتعرض عليه أحد فيما يريد، فهو ابننا الذي لم ننجبه. فتبسمت من قوله وقالت: يا أبا طالب، توصيني في ولدي محمد؟ والله إنه أحب إلي من نفسي وأولادي. ففرح أبو طالب بذلك واطمأن قلبه. واعتنت فاطمة رضي الله عنها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، وأولته رعايتها وحبها، وكانت تؤثره على أولادها في المطعم والملبس، لأنها كانت تقدر أنه يتيم، فكانت تعطيه أشياء واهتماما أكثر من أبنائها رضي الله عنهم. فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كانت تلبيه على الفور، فنعم الأم كانت ونعم المربية رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا ويناديها بأمي. ومن شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها، دفعت إليه فاطمة رضي الله عنها بفلذة كبدها ابنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليكون في ولايته صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقالت فاطمة رضي الله عنها: يا علي، إياك أن يصيب محمدا أي سوء أو مكروه، فكن في عنايته ورعايته. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها على اسم هذه المرأة العظيمة والأم الكريمة رضي الله عنها. وذات مرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب من الحرير، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها خمرا بين الفواطم. فشقها 4 أخمرة، خمارا لفاطمة الزهراء بنته صلى الله عليه وسلم، وخمارا لفاطمة بنت أسد أمه بعد أمه رضي الله عنها، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، والرابعة قيل إنها فاطمة بنت شيبة زوج عقيل بن أبي طالب. وأسلمت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها بعد وفاة زوجها أبي طالب، ثم هاجرت مع أبنائها إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وينام في بيتها بعض الأحيان. وفي السنة الخامسة من الهجرة توفيت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي رضي الله عنهما، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل فاطمة رضي الله عنها ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما يحفرون، فحفروا قبرها. فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده. فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أربعا، وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. فقال: إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها، خففت عنها من ضغطة القبر، إنها كانت أحسن خلق الله إلي صنيعا بعد أبي طالب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل علي بن أبي طالب ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهن يا علي. فقال: ماتت أمي فاطمة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: رحم الله أمك يا علي، أما إنها كانت لك أما فقد كانت لي أما، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما، ومر النساء فلتحسن غسلها ولا تخرجها متى أجيء فألي أمرها. قال: وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة، ثم دخل القبر فتمدد فيه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع له أنين ولا حركة، ثم قال: يا علي أدخل، يا حسن أدخل. فدخل القبر، فلما فرغ مما احتاج إليه قال له: يا علي أخرج، يا حسن أخرج. فخرج، ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها، ثم قال: يا فاطمة، أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر، فإن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي: الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي. ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، رب اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، لأنك أرحم الراحمين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب بيده اليمنى الشريفة صلى الله عليه وسلم على اليسرى فنفضهما، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي.
فقام إليه عمار بن ياسر رضي الله عنهما وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لقد صليت عليها صلاة لم تصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة. فقال: يا أبا اليقظان، لقد كان لها من أبي طالب ولد كثير، ولقد كان خيرهم كثيرا وكان خيرنا قليلا، وكانت تشبعني وتجيعهم وتكسوني وتعريهم وتدهنني وتشعثهم. قال: فلما كبرت عليها 40 تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمار. التفت إلى يميني ونظرت 40 صفا من الملائكة، فكبرت لكل صف تكبيرة. قال: فتمددك في القبر ولم يسمع لك أنين ولا حركة. قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، فلم أزل أطلب إلى ربي أن يبعثها ستيرة، والذي نفسي بيده، ما خرجت من قبرها حتى رأيت مصباحين من نور عند يديها، ومصباحين من نور عند رجليها، وملكيها الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى يوم القيامة. رضي الله عن فاطمة وعن صحابة رسول الله، وألحقنا بهم على خير حال، وأحسن خاتمتنا جميعا. اللهم أحسن خاتمتنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.